كانت الدنيا ظلاما في دروب التائهين، ثم جاء النور في بعث الكرام المرسلين. من الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. يعقوب عليه السلام كلنا نعرف أنه فقد ابنه يوسف عليه السلام، وسنوات طويلة فاقد ابنه، وبعد سنوات فقد ابنه الثاني مع يوسف عليه السلام. هل يعقوب عليه السلام يأس؟ هل يعقوب عليه السلام أساء الظن بالله عز وجل؟ هل يعقوب عليه السلام قال خلاص ما عاد بيجوني ومع السلامة انتهينا؟ لا، يعقوب عليه السلام بعد هذه السنوات كلها قال لأبنائه: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. أرسل أبناء يتحسسوا من يوسف وأخيه، يبحثون عن يوسف وأخيه، وبعدين وصاهم وصية قال: لا تيأسوا من روح الله، لا تيأسوا، الله عز وجل سيستجيب دعاءنا، الله عز وجل سيأتي بهما، لا تيأسوا من روح الله. ترى الكفار واللي ما يؤمنون بالله هم أصحاب اليأس، هم اللي يسيئون الظن بالله، ولكن المؤمن الموحد لا يسيء الظن بالله. ترى يعقوب عليه السلام أحاطت به الظروف الصعبة من كل مكان، الفقر، الجوع، القحط في الأرض، فقد أبنائه، طلب الرزق من مكان بعيد، أحاطت به الظروف الصعبة، بس ما جزع، ما سخط، ما اعترض على قضاء الله وقدره، لا، عمل وكافح وصبر حتى ظفر. وما قال يعقوب عليه السلام لا تيأسوا من روح الله لما صار في بوادر فرج، لا، قالها في عز المصيبة، قالها في عز الظروف الصعبة، قال لا تيأسوا من روح الله، لن نيأس أبدا رغم أن الظروف صعبة، نحسن الظن بالله، والله سيعدل هذه الظروف، فتصبح الظروف الصعبة هذه يسيرة، وتصبح المحنة منحة من الله عز وجل. يعقوب عليه السلام في هذه الظروف الصعبة ابيضت عيناه من الحزن حتى فقد بصره، ولكن لم ييأس. قد تأتيك ظروف صعبة تحزنك لدرجة أنك تبكي من الحزن، مثل النبي صلى الله عليه وسلم حزن حتى بكى، حزن على فقد ولده حتى بكى. فالإنسان قد يحزن حتى يبكي، ومن الغلط أن نشوف واحد عنده مصيبة كبيرة أو مات له أحد أو فقد أحد لا قدر الله ونجي نقول له يا أخي لا تبكي، يا أخي الحزن مو بهالطريقة، خليه يبكي، خليه يحزن، ولكن لا يعترض على قضاء الله وقدره، لا يجعلك الحزن هذا تصل لدرجة أنك تعترض وتقول ليش أنا، إيش معنى أنه يحصل لي أنا بهذه الطريقة. وأفضل شيء تبتعد عن اليائسين وتبتعد عن المتشائمين. إيش سوى اليأس باليائس؟ إيش سوى التشاؤم بالمتشائم؟ إلى متى وإحنا على هذا الحال؟ إلى متى وإحنا فقراء؟ إلى متى وإحنا ما ننجح؟ إلى متى وإحنا ما نحصل وظيفة؟ يا أخي خلاص الدنيا منتهية، الدنيا خربانة خربانة، حتى لدرجة أن في ناس ييأسون لدرجة التحطم وأنه يروح ينتحر من قوة اليأس، يروح يعصي الله. العالم اليوم يمر بظروف صعبة، ظروف اقتصادية صعبة، ظروف سياسية صعبة، ظروف حروب، يا أخي ظروف حتى أهل الأمن ما عندهم وظائف، ظروف حتى الذين في مأمن ما يقدر يسدد فواتير الكهرب ولو فواتير الماء. ولكن ترى المفترض ما تجلس جالس في بيتك وتنتظر الرزق، لا، أنت مطالب بالعمل، أنت مطالب بالسعي. يعقوب عليه السلام في شدة الصعاب ما جلس وقال الرزق يجي من الله، لا، في وقت الجوع وشدة الحاجة أرسل أبناؤه يبيعون المتاع ويجيبون الرزق. في وقت الحزن ووقت الشدة والصعاب قال روح ابحثوا عن يوسف، ابحثوا عن أخيكم، تحسسوا من يوسف وأخيه، ما جلس وانتظر، لا، يعمل. فأنت ترى مطالب بالعمل. حسن الظن بالله والإيمان بقضاء الله وقدره من أمر الصفات الأنبياء، فالأنبياء لنا قدوة وفي قصصهم عبرة.
ذكرنا في الحلقة أنك مطالب بالسعي وعدم الوقوف مهما صعبت عليك الظروف. من أين استنبطنا هذا الأمر من قصة يعقوب عليه السلام؟ أجب عن السؤال في التعليقات، ومن نضع عند إجابته علامة إعجاب يدخل معنا في سهم بناء المسجد. هذه آخر حلقة في شهر رمضان المبارك. تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام، ونلقاكم بعد رمضان إن شاء الله.